السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا زوفلو الاصدقاء ديالي العشاق ديالي المتتبعين ديالي وفي الاعزاء الكرماء الجروب في اي بي ديالنا حتى واحد ما كاين نفسه على صعيد المملكه الاخوان ديالي احسن جروب في اي بي على صعيد المملكه يوميا كنفرحوا الاخوان المشتركين ديالنا ويوميا كنربحوا معهم الحمد لله الاخوان ثلاثه ديال الورقات يوميا كنطحنوا ام دي جي الورقه الثانيه ديالنا ديالهم غاديه مزيان لعبنا الدنمارك اس يعني تربح الشوط الاول وتربح في نهايه المقابله ولعبنا الانجليز دوس مع ايطاليا تربح الشوط الاول وتربح في نهايه المقابله 500 درهم في 2760 درهم هي الانجليز الاخوان الشوط الاول ربح بجول زيرو دابا الشوط الثاني الدقيقه 49 كما كتشوفوا مباشره على قناه سبيلر جوج الهنغارية ديما حنا في قلب الحدث اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي الدنمارك ربح 1-0 ابتداء من الشوط الاول اخوان اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي مرحبا به ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم لا نقاش فيها ابدا اللي بغى يدخل معنا يتواصل معايا غدا ان شاء الله الجمعه 07-00-42-38-08 يوميا ثلاثه ديال الورقات مده شهر كامل اللي بغى شوداوي خوي وصحاب عطيني ماتش فابور المصير ديالكم بلوك على طول حيت كون عرفتوا بشحال كنشريو ماتشات زباله ديال الفلوس عن طريق عملة بيتكوين الكترونية ما تقولش لي عطيني شي حاجة فابور المهم الاخوان اللي بغاو ينضموا معنا راه ثمن الاشتراك واضح وضوح الشمس دابا ننتقلوا نشوفوا المقابلة ديال الدنمارك شحال دايرين لان خليناهم في الشوط الاول بواحد الزيرو دابا نشوفوا شحال الدنمارك باش ربح الاخوان او لا باقا ربح ديما بواحد الزيرو المهم نطلعوا عليها دابا في القناة الاخرى ارينا 4 الهنغارية هي المقابلة ديال الدنمارك الاخوان ديالي ديما ربح بواحد الزيرو دابا الدقيقة 50 رابحين في الشوط الاول 4-0 دابا الدقيقه 50 الشوط الثاني مباشره على قناه ارينا 4 ان شاء الله الاخوان ديالي تدخل الورقه ديالنا وفرحوا الاخوان المشتركين ديالنا اللي بغى يدخل معنا مرحبا به ثمن الاشتراك الشهري 287 درهم لا نقاش فيها ابدا بغيتي تخلص الاشتراك ديالك وتدخل معنا وتستفيد يوميا من ثلاثه ديال الورقات مده شهر كامل وما بغيتيش ليس عليك اولاد الناس حنا ما كنسعاو حتى شي واحد وبغا شوداوي خاوي يعطيوني باتساع حنا كنتعاملوا مع رجال فقط رجال برجال وغارس غارس هو الشعار ديالنا وديما في القمه واللي كيشوف الاول مره ما تنساش دير ابوني والى اللقاء في امان الله.